رمضان كريم أصحابته ميل كستو جوكتان وحان دوني هالكاني إنان إذن كلب وداغو غيري نحدن له أو كتميت ولاشين مونو حدكت إنا لله وإنا إليه راجعون كلي قف كستا أو دوني ديني جوكو واغيريوني وانا ميد غيري أصاحب قف كستا أو نول إن مالين أمو ديماني وأوغيها قبضاني وحاقي هيت فنانة داير كن ولايت مغاردة مقدشو دوان أيام تقنية أما الساعة هذا كهر يا وحال الشيغي إن إي جيريوت مجرين وحانون أح أو قبضة نسيحي كلية وح كلية أو الشيغي أيا وحو أها إن هبين دبيت أي تكتمل الحفلة ده كدب مركة كتمنا مدحة وحانوني وحكو حيغين وها جيريدن هدى عد مقشين جيريدة سيادة وكلا تشان ميسو een gabadhani waxay ma taqaanay isku diyaarinaysay in ka qayb gasho show een labada show ee iska soo kala horjeedo ee maalmahan muranka farada badan dhayay baraha bulshadana aad ka looga hayo dadka qaarna ee qaab qabiilahan ma taqaanay ee ka dhigeen yay ma taqaanay doonaysay mid kamid ah in ka qayb gasho waliba ay kamid ah dadkii ma taqaanay kaartada ku sawirnaa ee la rabay ama baad la doonayay in meesha ayada ah أي وعد رأيك ديان وحنا كسوت جديان، لكن ماشى وح كجرتي أنتي الله يضنا أي قرنات أو شو جالس إن أي جارين بمشى أي كجرت، دتكو يسوو وحو ما تغنى قرنيا وحو ما تغنى هديدي لا يوليها، لكن تي لا هنا مل بإيدنا كقرنتها، يدو وح إيرتي إن أي كقرب كش شو جا هبيك أيدنا ما تغنى ماشى وعد رها لو صبر لقيا. تي ألانا ميل بتالي أو آه إن هبينك أيضا أي نقطة قف أهويدي قبرك مركا إنا لله وإنا إلي راجعون قف كستو الدون ذني كوركيس السارم وغيريونيا هدي قف وكون نقال لها الدون كان أو باقي وكون نقول لها وها كون نقول لها سيد الأنبياء وكون نقول لها سيد كينا متانا كون نقول لها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم لكن ما يجرتو قف باقي كون قون يدون ذن إيه قف كستبا مالين بوليها يو دمانيا لكن مالين كا او دمانيا يا كلا فضي بطل حالي او اي اهيد هبين اد لوفي لي ان اي اهيد ليلة القدر اما با اهيد هبين كي تضبي لواتنكا رمضان ايي كسو توستي غير ديدا يضو دعي كرتا ان اي هبين كا يدا اه اي وبوافق ديدا أصحاب تامير كستو أجوكتان أين أسود دعين قف كان دنبيدة وصمينا يو وحاك لا حساب تاميو إلهي بلسه إنك كور سارن وحا واجب نو أمر والبا إن أن أدعينو قف كين نغا دنتو لعلا إن إلهي وأقبال دعاء دا أيضا وحاجر داد بدن أو ظاهر كامركي لأركيو كده حجرو شيء حمان إيه بلسه عبادة أي سمينا يان يو تقوضا iyo waxaad arkaysaa wanaag ay sameeyaan ka wanaagsan in badan oo ma taqanay marka ay loo tiirinayo in ay yihiin dad wanaagsan weynu ognahay fanaanad bayeed balse weynu ognahay in haddana ma taqanay ay iska bixin diinta islaamka ay qof muslim ah inagu waxa waajib nuu amarka ayada ah in qofkaas muslimka ahi inagu duceyno gabadhani sida hadda dad badan oo la xirirnay ay inoo sheegayaan وحنون اه او سي هايي ما ايسان جرين ان بدك قاربا وحكو دهيا مكا قار كورونا جري ام وح لاميدا ما جرين حتى وح ما تغناي او ان حنون سي جري اباكي ما اهين بل سو حقو ها كري وا موت الفجح قف ونوس البوضي ما تغنى كدب نجري يدي وواح يابها الهي ما تغناي نفس الله سلم الهي كما نجري جرين ودي جري لو حكا ما نجري موت الفجح متفاجأها وح متقنا وناسا في عنا معها وانا وح إله اللي كان مقنكم مركا anyway حتى قبلنا ولاشين وقيريوت حتى متقنا وح صاحب وطهي قبري وح صاحب وطهي حساب إنها دون ذا تشوقنو متقنا هذا فرصة هي سنو وح نوبنا فرصة إن أدو إن قبلنا كده أن قامها كل أتاقنو أن دهانو إلهي ودن بداف إلهي أن حريص وأنت كلية واجبك أن ولد هاي وجد محيي لقفك استوى مالك أوتو
waxa u baahan yahay dadka ka dambeeya inay u duceeyaan. Marka soo dadka ka dambeeya ku duceynayaan, ilaahay waa qafuru raxiim, wax badanna ilaahay waa dhaafa. Waxaan rajaynayaa in idinkana aada usoo duceyn doontaan si wada jir ah. Waan dareemi karaa in dadka qaar ay dhihi doonaan ama dhahayaanbo, markii hore oo fanaanad bay ahayd, haa way ahayd, laakiinse ma ahayn gaal, ee qof muslim ah ayay ahayd. Qofka muslimkan wuxuu xaq u leeyahay in aada xaqiisa aad siiso, oo ay ka mid tahay ducada. Ducada maaha wax la iska xasdo, waa waxa ugu wanaagsan ee qofka lagu subootin karo wey. Haddii mataqaanay hadda annaga u duceyno, ilaahayna mataqaana u aqbalaya. Marka waxaan idinku codsanaynaa in si naxariis leh aad u duceysaan gabadha iyada eh. Cudur sii hayay iyo mataqaanaa wax ma jirin, geeridaas mataqaanaa mutafajaxa ayaa mataqaanaa ku yimid, wayna ku baxday. Innagana waddada iyada ee baan leenahay, ilaahay naga badbaadiyay mutafajaxa, wax fiican ma aha. Waa ku nabi ka maangeli jiray ilaahay, annagana ilaahay aan ka maangalno in ilaahay naga badbaadiyay mutafajaxa. Keligeed ma ahan hadda dadka mataqaanaa u dhintay mutafajaxa. Inta qof aan garanayno ayaa u dhimatay mutafajaxan, weliba inta lagu jiray bisha Ramadaan iyo Shacbaan, waa dad aada u badan. Halhal uma tirin karno, balse waxaan ognahay in ay badan yihiin. Qof kastana ilaahay ka magangalo mowtulfajaxa. Waxaa kaloo aada ogaataan mowtka sidiisaba in uusan kaa dheereen, balse uu yahay midka kuu hareereysan. La doonayana marwa kasta habeen i maalin in aada ku fikirto, oo ah in maalin uun aada dhimanayso. Maalinka aada dhimanaysana ha dhihin maalin fog, ha kasoo qaadin. Kasoo qaad saacadaha iyo daqiiqadaha soo socdaba in mataqaanay aada dhimanayso, maxaa yeelay ma garan kartid inta uu ku jiro. Waa waxyaabaha ilaahay uu ka qariyay addoommadiisa. Mowtka haddii la isku sheegi lahaa, amaba mataqaana qofka qabri ku jiro, waxa uu mutaysanay dadka la tusi lahaa, adduunkan laguma noolaan lahayn, adduunkan laguma noolaan lahayn. Saa daraaddeed waxyaabaha ilaahay ka qariyay dadka ayay ka mid tahay. Lacala haddii lagu dhihi lahaa maanta ka waran, shan sano kadib taariikh heblo marka la gaaro waad dhimanaysaa, adigoo aan gaarin maalin hebladii iyo sanadkii, adigoo aan gaarin yaa mataqaanaa waxaa dhacayo in aaba baaba'do dhima sii rafaado, oo adigoo mataqaanaa meed nool ah in aada gaarta yaa mataqaanaa yay noqonaysaa. Marka ilaahay waxyaabaha khafiga uu ka dhigay uu qariyay oo uusan nala wadaagin iyo mataqaanaa ayuu ka mid yahay geerida. Marka daawadayaal, waxaan idinka codsanaynaa in gabadhaasina si wada jir ah aan ugu soo duceyno maanta ayay ducana mudanta. Daawadayaal, intaan barnaamijkan midka xiga ku kulmeyno, nabadiino.